متى تصبح الكارثة موضوعا تستطيع السينما توثيقه؟ لا يوجد قاعدة محددة، إلا أنه بالتأكيد ليس بعد وقوع الكارثة بأشهر، أو على الأقل هذا ما يراه اللبنانيون فيما يخص مسلسل وثائقي روائي عن انفجار المرفأ الشهير. منصة شاهد الرقمية أعلنت عبر منصات التواصل الاجتماعي إطلاق مسلسل بعنوان 6.07 في إشارة لساعة وقوع الانفجار، وتدور أحداث هذا المسلسل طبعا حول انفجار مرفأ بيروت. لتتعرض المنصة لهجوم شرس من قبل اللبنانيين الذين شنوا حملة مناهضة تطالب بمقاطعة شاهد من خلال التعليق برأيهم الذي بات واضحا وموحدا بالقول إن تحقيق الدخل من انفجار بيروت هو أمر غير مقبول. حاولت شركة خدمات البث المباشر الدفاع عن موقفها من خلال توضيح أنها تحاول إيصال قصة انفجار بيروت إلى العالم، ولكن يبدو أن الشعب اللبناني لم يقنعه التبرير واستمر في مهاجمة المنصة. نتابع. بيي أنا عم بحكي كرمالك. ليه ما بنترك البلد ونوصل؟ سلمنا عيارة بوصل إياها. غسلها لهالفجعانة، غسلها. بعتقد اني تحت الارض. احنا مش عايشين، احنا ناطرين الموت. مع أن الإعلان موجود على إنستغرام، إلا أن شاهد أزالت الإعلان من موقع تويتر الذي شهد أغلب الهجوم في التعليقات، ولا نعلم بعد إن كان سبب الإزالة هو الهجوم أو شيء آخر. عموما كان يوجد العديد من التعليقات على الموضوع، اخترنا لكم بعضا منها. سوسن غردت: يا جماعة والله بعدنا تحت تأثير الصدمة، ما لحقنا نشفى منها لنرجع نتابع قصص المصابين والناجين بمسلسل، أصلا كيف لحقتوا تكتبوا القصة وتصوروها؟ رواد أيضا كان عنده تعليق. رواد مزهر: تحت الركام في ضحايا مفقودين وأسر لسه ما رجعت لأولادها وبيوت مدمرة وألاف المشردين في بيروت، لا تزال نسمع صرخات شهداء فوج الإطفاء وأنين الجرحى، فكيف لحقتوا تعملوا فيلم والجرح بعده ما سكر؟ تعليق أيضا من ينال والذي قال: أنا ما عندي مشكلة ينعمل مسلسل أو فيلم، عمله، بس لما يكون على منصة مدفوعة منزل المسلسل بمصاري معناتها صفيتوا أنتوا أثرياء الحرب يلي عم تستفيدوا من مصايب الناس. واحد: استحوا على دم الضحايا. كان هذه أبرز يعني التعليقات. رح نشوف رأي ضيفنا من بيروت، رئيس تحرير موقع أوائل نيوز عادل سمية. أهلا بك معنا عادل على سكاي نيوز عربية. بداية، ما رأيك يعني بتبرير موقع منصة شاهد بأنه هي تحاول إيصال ما جرى خلال انفجار مرفأ بيروت إلى العالم، علما أنه كل العالم بأسره يعني تعاطف مع لبنان وتأثر بهذه الحادثة؟ هنا يعني هنا من الواضح أن لم يكن أمام منصة شاهد سوى هذا التبرير. كما قلت أن الانفجار حصد تعاطف كبير من كافة دول العالم ونجوم عالميين تعاطفوا مع لبنان، وكان على مدار أسابيع هذا الانفجار محط أنظار العالم أجمع. فلذلك اليوم هذا المسلسل بالتحديد في هذا التوقيت قبل أن تعرف الحقيقة وما جرى تحديدا في انفجار مرفأ بيروت وبعد شهرين فقط على وقوعه، هو أعتقد دعسة ناقصة. ولا ندري لماذا شاهد أصرت أن تقدم هذا المسلسل. هذا يعني المسلسل بتعتقد عادل أن التوقيت خاطئ يعني درامي. أو هو فقط التوقيت خاطئ أو مسألة بأنه مدفوع؟ فعلا التوقيت خاطئ، وبخاصة أن تزامن إعلان عرضه الذي سوف يصادف في 17 هو ذكرى انطلاق الثورة اللبنانية، والبعض اعتبره أنه أيضا استغلال لحصد مشاهدات إضافية لهذا العمل وكسب المال من خلاله من المغتربين اللبنانيين، وبذلك يكونوا يستغلون آلام الناس وجرحى
لكي يستفيدوا ماديا، وهو الأمر الذي سبب هذه الانتقادات الكثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرفض لهذا المسلسل. وكان هنالك حصل لغط حول الجهة المنتجة لهذا المسلسل، فالبعض اعتبر أن هذا المسلسل هو من إنتاج شركة الصباح، بخاصة أن المنتج صادق الصباح كان قد أعلن قبل فترة عن إنتاجه مسلسل تحت عنوان العنبر 12، سيعود ريعه إلى المتضررين. إلا أن هذا المسلسل هو ليس المسلسل الذي عرضته شاهد، الذي يعرض اليوم على شاهد أو سوف يعرض على شاهد هو من شركة ماجيك برودكشن، وليس مسلسل متكامل، هو 15 حلقة، كل حلقة تروي قصة ناجي أو ضحية وقعت في الانفجار. يعني أنا هنا ما كنت أود أن أسألك عنه، إذا عندك معطيات أوفى عن هذا المسلسل، يعني كيف تمكنوا من إيجاد يعني مواضيع تكفي لإنتاج مسلسل حول هذا الحدث، ومعلما أن الأبطال أو الممثلين هم لبنانيين إذا لم أكن مخطئة؟ صحيح، الممثلين معظمهم لبنانيين، رغم أنهم ليسوا من الصف الأول، وأنما بعض الأسماء هي معروفة في الوسط الفني والتمثيل اللبناني. المسلسل كما علمنا أن الجهة المنتجة أخذت موافقة أهالي الضحايا، وهو الأمر الذي لم توضحه شاهد ولم توضحه حتى الشركة المنتجة للموضوع، ولكن كما علمنا أن الشركة أخذت موافقة أهل الضحايا حول القصص، وحتى استمعت إليهم، وبناء على القصص الذي رووها لهم بنوا الحوار والدراما. لذلك هو مسلسل روائي وثائقي درامي إذا صح التعبير، ولكن التوقيت طبعا أثار البلبلة الكبيرة، لأن التوقيت ما زال اللبنانيون تحت وقع الصدمة، فلذلك أعتقد من المبكر جدا اليوم عرض هكذا مسلسل. هذا المثير للجدل لاحظنا عادل أنه لم يكد يمر يعني فقط شهرين على يعني هذا الانفجار، أنه كيف كان في وقت كافي لكتابة سيناريو لتصوير ومونتاج هذه يعني الحلقات؟ وهذا الأمر أيضا كان أثار استغراب كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى استغراب أهل الصحافة في لبنان، لأن في فترة شهرين أن تصوري 15 حلقة والمونتاج والتصوير والإخراج، وأيضا في ظل أزمة كورونا أيضا التي تواجهها لبنان وتسكير بعض المناطق وأقفالها، فهذا يعني أن فورا الفكرة خرجت من أول يوم يعني لهذا المسلسل. هذا الذي أثار غضب اللبنانيين، أن يكون شخص يستعد لمسلسل فور وقوع كارثة ليستغلها لتحقيق نسب مشاهدة أو حتى من أجل المال، وهو الأمر الذي طبعا كافة اللبنانيين يرفضونه ويعتبرونه إساءة بالنسبة لهم للضحايا والشهداء الذين وقعوا في انفجار 4 بيروت. شكرا لك عادل السمية، رئيس تحرير موقع أوائل نيوز من بيروت، شكرا لك.